مرحبا مجددا إلى أسوان، حيث استقبل آلاف السائحين العام الجديد بالأمنيات الطيبة، حيث حرص السائحون على قضاء الساعات الأولى من العام الجديد في التمتع بالعروض الفنية التي استضافتها فنادق المدينة، كما تفاعلوا مع الرقصات الفولكلورية والبرامج الترفيهية التي أعدتها الفنادق لهذه المناسبة. واجهات ومداخل الفنادق تزينت أيضا بشجرة الكريسماس وبابا نويل والأضواء المبهجة. الشغل هنا الحمد لله في أسوان نسبة الأكبنسي والإشغال متعدية 60% النهاردة. الجنسيات متعددة ما بين الإنجليز وما بين الفرنسويين وما بين الأجانب، والأسبوع ده الحمد لله برضو النسبة كانت عالية جدا، الشغل ما شاء الله. إحنا في أيام كان فيها أكثر من 100% الإشغال، وفي أيام 80%، والشهر اللي جاي واللي بعده الحمد لله برضو على نسبة الإشغال كويسة جدا، وعندنا طلبات كثيرة جدا. أبناء النوبة في أسوان أقاموا أيضا احتفالا بمدرسة أبو العباس للتعليم الأساسي شرقي أسوان، حضره عدد كبير من الطلبة وأولياء الأمور، وقدم الطلبة والطالبات فقرات غنائية تنوعت بين الدينية والوطنية والنوبية لاقت إعجاب الحضور. اليوم بنحتفل بأعياد الميلاد المجيد ونهاية الترم الأول من العام الدراسي 2015-2016، واحتفالية بنقدم الأنشطة التي تقدم بها تلاميذ المدرسة اليوم. أنا هنا مع ابنتي ونحن هنا من أجل الاحتفالية التي تقيمها المدرسة، إنها حقاً احتفالية كبيرة. أنا سعيد للغاية لوجودي هنا لرؤية القرية، هي قرية رائعة في النوبة، وأنا هنا في المدرسة، ومن الرائع رؤية هؤلاء الأطفال وهم يحتفلون ويرقصون ويغنون. وفي أسيوط توافد